طيب يعني انا عندي اسئله بس يعني وأنا كمان. خلينا نعمل الفوتنج الاولاني علشان نقدر نقرر مين هيمشي بعد الجوله الاولى، ونبتدي بعمر الصاحي. والله بص انا يعني الحاجه اللي عجباني قوي ان بتشوف دايما شركات بيفكروا ازاي ممكن اعمل حاجه اكسب بيها فلوس النهارده ولا احل بيها مشكله واضحه وصريحه. اللي عجبني جدا وشايف مختلف ان حد بيفكر ازاي ممكن احل مشكله قبل ما تقلب مشكله، يعني وده ما بتشوفهوش كتير، ما يعني بالذات بالسرعه اللي الحياه ماشيه فيها. لما قال حد بيتكلم على حاجه في المستقبل واحتياج قدامه وكده، تخيلت انه بيتكلم على احمد عشان احمد ابتدى كلامه بان ما حدش بيوفر للمعاش، واحنا لما بنطلع سن المعاش ما بيبقاش معانا فلوس وكده، فاي ريليتد شويه، حسيت ان ممكن يكون بيتكلم عليه. فانا هدي صوتي لبوصله. بوصله، اذا بوصله اول صوت. بوصله يا وائل. انا الثلاثه مش عاجبني بجد، عايز مش عاجبينك الثلاثه، عايز اديهم صفر بمنتهى الامانه، يعني مفيش حاجه، مفيش حد عاجبني. فممكن اخر صوتي شويه، ممكن يعني تاخر صوتك شويه. ممكن تاخر صوتك شويه. دكتور عمرو. ثلاثه يعني ما عملوش مجهود كويس بصراحه، يعني هم الثلاثه كده كان المفروض البيتش بتاعتهم تبقى تفهمنا بالظبط هما بيعملوا ايه. زيد مش هعدي له فوتي دلوقتي، لو كمل هحاول افهم منه اكتر شويه. الاي اي بتاع بوصله حاجه ظريفه وعجباني، بس كلينيدو البروجرس بتاعهم فيري امبرسيف، فماي فوت جوز فور كلينيدو ان شاء الله. كلينيدو، كلينيدو دكتور عمرو. طب نروح لعمل. قراري ان انا كلينيدو. كلينيدو. هأخر وائل شوية. أستاذ إبراهيم. أنا ديفنتلي يعني بوصلة من الحاجات اللي بتعتمد على الاي اي ومفيدة جدا في تكنولوجي مهمة في مصر زي الكول سنتر، ودي حاجات من الحاجات اللي احنا برضو مهتمين بيها، وبالتالي هدي بوصلة. بوصلة. اتنين يعني اتحسمت لحد كبير، بس اسمع وائل. هدي صوتي لبوصلة. بوصلة. يبقى بوصلة 3-2 كلينيدو. سوري يا زيد، احنا اسفين، هتضطر لمغادرتنا. اكيد طبعا ما كنتش في اسعد لحظات يعني، بس انا مش شخص مش بعيط ولا بندب يعني، خلاص الحمد لله عادي. يعني استغربت ان ما كانش فيه ولا فوت، يعني ممكن كنت حاسه ان المنافسه ممكن ما تحسمش لصالحه، بس استغربت شويه ان ما كانش فيه ولا فوت. تحيه لزيد.